إذا مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد في فقرة حكاية إنسان، واللي نستضاف فيها اليوم الصحفي سيد أحمد والمبكر سيرة، وهو كما أسلفت وحركت قبيل المفاجأة على أحمد دو أنه هو مراسل التلفزة الموريتانية في مجلس الزوارة. مساء الخير سيد أحمد. مساء الخير قاضي. مساء الخير أحمد دو. مرحبا. الحمد لله على السلامة بعدها. من الزوارات. شكرا جزيلا. شكرا والله لبعيد. نورت مساء الخير. شكرا على قبولك الظهور معنا، تصل المعروف بالتقارير والمراسلات من مدينة الزوارات. ربما المشاهدين ما قد شافوك في التلفزة، ما قد ما ظهرت فيه. لا شوي. لا شوي. عادة ما قال لي الظهور إلا يجبر فرصة للظهور ودري أبدالي من الظهر. سابق تجبر فرصة للظهور عادة في إعلام بشكل عام. شنو كانت بداية محمد؟ ترى عندنا السؤال دائما تروح تسوي تقليدي على كاني هو كأنه مودرنيزي الدحميس وقال لك شنو هو بدايتك، ولا يقول لك انك اول تعرف انت بعد قاعد على سيد احمد بوكر سير. اولا انا قال لي سيد احمد والمحمد فايل بوكر سير. خلقت تقريبا في الستينات من القرن الماضي. والله الثمانينات كانت كبر راسك سيد احمد. وعلى كل حال انتهت مهنة التعليم، هي مهنتي الأساسية. بدأت معها تقريبا في نهاية الثمانينات بالضبط 1988. حولت لمدينة الزوارات واشتغلت فيه كمعلم قبل أن أرقى لمدير المدرسة. وفي فترة زمنية مثلا سجلت عدة نتائج أعتبرهم مشجعة، مما مثلا حس السلطات الإدارية المختلفة المتعاقبة على مستوى ولاية الزمور لإعطاء إفادات تدل على العمل اللي عدلت خلال تلك الفترة الزمنية. أظن أن هذه الإفادات سيد أحمد مع المخرج دور شدوا الأخبار بينهم معي تم يطلع لنا من هالشيء. فلأن هذه شهادات عادة كل سنة في نهاية السنة يعد اليوم تكريمي للأشخاص اللي تميزوا خلال السنة الدراسية من الأساتذة والمعلمين والمديرين من جميع الطاقم التربوي، تشجيعا لهم على المجهودات اللي قدموا خلال السنة الدراسية. لا تستنى حتى مولانا الشاعر وانا تتبع حركاتنا حتى تتعرف. لا تم يا سيد احمد. انا زاد في الرماح رماحتك انا لا يتم واحد من اهم نقول سنين صدام الكاميرا هذه تقول الشهادات الصبر عليه تنعرض شهادات. عليه تنعرض ذكر ان الطالبين من المخرج وريق الله يبعد لانهم يطلعون شهادات تقديريه اللي نعطات السيد احمد في هذا المجال. لان واصلوا عندي سؤال ثاني الصور ما كان يسبقوا خلينا نسبقوا هركتيا حي نوفا انا على كل حال نخليكم لا لا غطار التعليم. شنو علاقتك بمدينه الزوارات؟ اول مره جيها وانت سكنت فيها عشت فيها توعدنا الزوارات ثلاث ايام انت من منطقه اخرى تنقال اشتميت لي سكنت الزوارات كان عندك فيها رابط سابق ذا قد قريت فيها قد سيتها قد قال لنا تلاقى كل شيء قبل الاخبار كل شيء قبل الاخبار ولا ولد. المهم عن الزوارات قد قست في بدايه الثمانينات تلميذي وحاجه اللي اول افتتاح ثانوي الزوارات رايت فيها في السنه الاولى من الاعداديه وطيت فيها سنة ولفتت انتباهي وجودي فيها في ذيك الفترة الزمنية. على كل حال مشيت عنها شهر معك شهر ورجعت لها بعد فتأة موظف، لكن زمان قالوا لنا الوزارة عنها نختلوا أي ولاية نفكتها لها ما عدا نواكشو هو الولايات القريبة خاصة الترارزة ونشيري، واخترت الزوارات اللي عندي فترة نعرفهم عن المناخ ومناخة. سيد أحمد عرفنا شوية على هذه الصورة. هذه الصور قاعد عنها سابقة لأوانها سابقة لأوانها هذا اللي فتح الصحابي هذا الصورة بزيد من دور الحديث سيد أحمد لأن وقفوا شوية الشباب لا توقفوا ذو الصور لأن دخلوا في مسيرتك الإعلامية باللي حس مختار عبد الله المدير المساعد في الجزائر الموريتانية ساعة زمن الإذاعة عرفت اللعبة بالصورة صار ما عرفت غير عموما شنو هي استميت لي تحولت من تعليم والله استميت لي مارست الإعلام. على كل حال الصحافة كانت هواية عندي وأنا صغير ما قط على كل حال في ذيك الفترة الزمنية جبرت مسابقات للصحافة نعود أشارك فيها وبالتالي عود من الصحافة نهائي الصحافة وعادة الرقاش هوايته دائما يعود
دائما يعود يبدع فيه ودائما يعود اي روايه مثلا الشافعي قد يتقدم فيها. بدايتك كانت بدايتي معاها مع الوكاله الموريتانيه للانباء 92 93 عدت مراسل لهم في تلك الفتره الزمنيه كانت وسائل الاتصال كان. وش كنت تواسي مع باسم الحاله مثلا توصل لهم الاخبار ذيك الساعه كان ربما تقدم الحاصل غرك في التكنولوجيا وفي الانترنت ولا ربما كانت الحاله بعيده كل البعد مع فتره نور كانت كنا تقريبا نستخدم شيء قالوا رك اللي هو جهاز الاتصال اللاسلكي. هذه الصوره شنو في دحين؟ هاي الصوره من التغطيه المباشره للرئيس السابق. نحن هون في المطار نعدل تغطيه مباشره انا ومجموعه من الصحفيين. لا تسوي نص عن السنوات ديال المنبر المهم انه فتره امشي رئيس وكنت كنا نعدل تقديم مباشر والله اللي بعد عم مشيت عن زعج اللي رقاش في التليفون لان فهموا عنه بعد خرجوا تليفونات خلينا ما حط الوكاله الموريتانيه للانباء الساعه البورتابلات ما مخالكين خلينا ما حط الوكاله كنت الموريتانيه للانباء كنا قلت انا قبل جهاز الاتصال اللاسلكي كنا نستخدمه في ارسال التقارير سواء كانت الوكاله الموريتانيه للانباء او اللي على الوطنيه في مرحله لاحقه وكانت عندنا من تجهيزات عند الجيش والله تجهيزات عند الولايه وظلوا مرنقين حانوا بعد كتاب التقرير وبعد الفتره في تغطيه النشاط وظلوا مرنقين عند جهاز باطل الاتصال اللاسلكي من اجل عنهم يوفوا اهله الرسميين عملهم ياك عودوا يخلونا احنا حيز من الزمن نعودوا نقدونا توصلوا هم اللي به عملكم واخبار المدينه وهنا كاع المراسل عينهم اللي نشوفوا شنو التشويش من خلال خطوط اخرى يخلطوا علينا وحقيقه كان متعب تماما حاجه لانك اكرمت في ذاك الزمن على انك احسن لانه كرمتك احسن مراسل للوكاله الموريتانيه للانباء سنه تقريبا 2004 في تكريم معدل الوكاله الموريتانيه للانباء كنت وكررتك افضل مراسل في ذيك الفتره الزمنيه. وتحولت من الوكاله للاذاعه. تمت فتره زمنيه خلطتهم بها الوكاله كانت تعطي الماده للاذاعه. كانت تعطي الماده للاذاعه وتعطي اصوات الصحفيين في الاذاعه، قال فتره زمنيه معينه اتصلت بها الاذاعه. مالو ياسر كاع من الزمن اتصل بي واحد قال له اختار المحمد وقال لي على المدير اللي هو المدير المساعد قال لي على المدير العام عن يختارني نعود عن تعاملي معاهم بصفه مباشره عن يعود عن طريق الوكاله، عم يختاروا يتعاملوا معي بشكل مباشر، وبالتالي تعود الماده، ماده لهم هم، ما تعود ماده اعطيتها لهم الوكاله، وقبلت العرض وبدات الراسل. بذا سيدي احمد لهين قاطعوك شوي اسمح لنا لهين تحولوا معكم مشاهدينا الكرام الى فاصل قصير، بعده نعود لاستكمال حكايه انسان مع الصحفي سيدي احمد بن مبكر سيره، لا تبتعدوا كثيرا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من برنامج مساء الخير، كنا وقفنا الجزء الاول في اطار حديثنا مع الاستاذ احمد بن مبكر سيره ضيفنا من فقره حكايه انسان عن عمله في الوكاله وانتقاله سر الاذاعه الوطنيه وكنت مراسل الاذاعه في مدينه الزوالات. طبعا في هذه المرحله كان وسائل الاتصال تطورت وخرجت النت وخرجت الهواتف المحموله وعاد الاتصال اهون من السابق. والله اللي انا كانت تحول لي شوره شاهدوا على العصر قطع ايوه حتى مش كان يوصل السنوات مش كان هناك مش كنا على انك شيء باين احنا ما نقابل ولا انا قاعد قبل ما تقبل انت ما قابلنا قاعد المشاهدين العربيين فتره الاذاعه كانت فتره خاصة ما هو بدايته مازالوا خارج الاركة غير فترة معينة ورا ذاك خرجوا اجهزة الاتصالات الموجودة المتوفرة وبالتالي عادت مهمة سهل جدا سهل من الفتره السابقه عاد نعد مراسلات عن طريق الهاتف ويعودون اللي يعودون هنا المستوى المركزي عندكم ريبوندر تليفون عندنا ريبوندر ديك مرحله اخرى هي المرحله الاخيره المرحله اللي ما فيها ريبوندر المرحله الاولى ما فيها ريبوندر يعود فم لابد يعود نودو الرجال ياك يموت هذه الصوره من قدر الصحافه فيها الصحافه اللي كانوا مرتين للانباء يكون لابسين ديجيلي هم صحافه الاذاعه. ياك وانا هو الدوني اللي جالس يبكي عادي وما صار له حدايا
المختار عبد الله ديك الساعه نصر فاعل في التقدير المباشر وفم واحد ثالث موهم وفم كاميرا مان في التلفزه كاميرا مان ما استحمل حتى هو يعد مره في التلفزه ديك الساعه ما تخمم في كاميرا هات لان عقب تخمم بهم ولا المختار عبد الله طبعا اللي يقول المشاهدين على انه هو المدير العام المساعد الحالي للتلفزه الموريتانيه سوق ياسر السيد المدير غير سوق ياسر من احنا نطلع عندي سؤال غالي من كان هي الصوره اختيار انا يجيب انا كان اعتباطي ولا والله مقصود ما الله الا اللي قلت لي هو المدير المساعد في البلد انت كيش مستهدف مديرنا تنعت هذا مولي الاختار عبد الله اللي هو اللي التغطيه المباشره كانت مياعة تختر عناصر منها يعودوا اولا نفسهم طويل يعودوا معبرين تعود تمشيهم في التغطيه الاعلاميه خاصه الرؤساء اللي هم اللي دائما يشتد على لكن اللي يعدل لهم التغطيه تبارك الله هي شوي نصفق المدير سيد احمد حنين شوي طبعا هو يقد تبارك الله يعدل ذاك في اللي معها زمان بقيدي خاصة انه مولي هو الصحفي اللي يعدل لقاء الشعب ونشي دائما البرامج لقاء في نقول لك بعطي مثال من انا قط بشاو في فترة زمنية معينة وخاصة زمن الرئيس الحالي خالد بن عبد العزيز مشاو فريق فيه عثمان الحويبيب وفيه المختار وراد مولانا عن نتيجه عن حجم الناس ما يختير ياسر الناس يقعد ماشي في بليده مشاوهم هم الاثنين وقعدت انا اغطي اللي لاعب باللغه العربيه انا والمختار عبد الله وعثمان الحويبيب باللغه الفرنسيه غير اللغه الوطنيه ما جاوا ذيك الفتره رجعت يغطوهم صورتنا الاولى هي من معك المختار عبد الله عثمان الحويبيب هو اللي يتكلم حاله المختار عبد الله يزرني وانا هو اللي على الشاشه لان يعني اللغه الوطنيه عادوا مقابلات باللغه الوطنيه اللي كلهم عنده مثلا خلفيه شويه من اللغه الوطنيه وبالتالي عندنا سابق زياره الرئيس نزقنا في المرسى وقدوا عنهم عدل مقابلات كاملين مع مع الباعه ومع الماره بمختلف اللغه الوطنيه وبالتالي ما ظهر قاع ماشي حد اللغه الوطنيه. ايوا زين لهنا مشوا. مفيد صحفي الله يعود يعرف كل شيء. رجع مثلنا زي يلا التلفزه يعني نشوفها كاع لا تقول لنا بداياتك مع التلفزه. التلفزه قصه لا بدات فيها وتوف لا ما تطابقك فيها عقبال الاعتام في الحق بدايتي معها بدايتك حرام عنها مال ياسر غير بدات فيها بدات نعدل عدل تعاون معاهم غير عدلت الجانب خلطت فيهم التصوير انتم اللي تصوروا تقاريركم انتم اللي انا وارك مؤمن عن الصحافي عنه يلا يعود يعرف كل شيء جميع اللي قالوا التقنيات المتعلقه بعمل يلا يعود يعرف يلا يعود صحفي يقول يلا مولي يعود يعرف استخدام كاميرا قد ما يستخدم عاد يختيره في كل وقت غير من يصل فيه يستخدم يعطيك سبيل المثال مثل الحمل الرئاسي الماضي التلفزه بذلت جهد كبير في تغطيتها وانا كان معي كاميرا مان شيخنا وكنا نشتغلوا كفريق متكامل على مستوى وحجم العمل كان حجم كثير حتى غير مين تلاحظوا عن كاميرا مان ابسط فرصه انه يمرض انسان ما في نطر كاميرا مان ليه تخسر شغلتنا كامله هذا يحسك على عن الصحفي الكاميرا مان يلا يعود صحفي بيدي انا من نمرض يعود معي كاميرا مان يلا على الاقل يعود عنده من الوسائل اللي مثلا تخلق الشغل ما بانت بالتركيب يعود عنده فكره عن يعود قد يكتب شوي لين بعد يعود ما بان عن التلفزه عنها غابت عن المشهد حتى مولي كاميرا مان اي شيء كاميرا مان يمرض والله يعود عنده مشكله لابد له يتحيي من يعود الصحفي يعرف تصوير ليجي لاقه منه كاميرا يواصل التصوير على حد علمي هذا ترى مهم جدا ست منو كانت اجنبيه هون مقطع في حديثك وسالف سوالف وطيله يا قدالي هي تمشي مراسل هون نواكشوط حتى في بعض الدول المجاوره مراسل واحد قال عود هو كاميرا مان عود هو مونتير عود هو اللي يكتب اكون مشروع تقارير اكون مشروع واهلي على مدير التلفزه الجديده واهلي على شجاع على ذاك اللي انت معيط لك ليت عدل الدورات التكوينيه هون الدورات التكوينيه مجال المونتاج ياك عود التقنيه الخرم اللي عندي اللي هي المونتاج وبالتالي قد عدل تقرير صور وانا وتقرير معدل وانا وفي نفس الوقت مونتيهان اذا هذا ما في مشكل زين نتوقع اول تقرير معنا عن هنا انتاجنا حاليا 100% انتاج في بحث ان شاء الله نورك في نورك حاليا في دار المونتاج حاليا في مجال المونتاج شو مجال المونتاج قاعد انت بدات فيه لباس على كل حال اللي قالوا الصوت كانت عندي عنه خلفيه بيدي نعرف مونتاج الاذاعات
وبالنسبة للتصوير على كل حال في فنيات تحتاج لرقاش يتعلمها حقيقة. هذا عدل معناها رقاش يزيد عمله، لا إن شاء الله ما عود الحطاب اللي قلبه حطب وقام زاد، هو حقيقة اللي يزيد عليك العمل يغير هو اللي تواس حقيقة، ما الله يعود كثرة العمل عنها تعدلت. هي تعود عائق بينك عن تعلم تقنيات معينة. أنا مرة معينة كنت في الإذاعة وفاتح الإذاعة في الزوالات الأول مرة تي تسوي الفني عن بوتوه الله شي قال لي مدير المحطة شنو معناه سيد أحمد تاخذ عمل فني أنت إيش لك به؟ قلت له عمل فني مالي قد الصبح تمرين تخرج الكريس كاردياك ونحن نقل برنامج وقفوه في اللي ما فيهم حد يعرف يا ربي لا استخدم سيد أحمد مثلا يلا بتقول حزم حزم عن إذا قاعد يعرف شي لا قد يعرف إذا ما قد يعرف الصحيح. أنا قاعد أهم شيء تخصصي بدي نعود الصحافي نعود ما به ذاك هو اللي توه يلا تعود تعرف الرواية لا نفصل فيه يلا تعود تقد حالا تعوض ذاك الرقاش في ذيك الفترة وراهي من في ذيك الفترة ترجع في السنة. أحمد نحن غركة مفصول فينا لأننا قطعوا بفاصل آخر مشاهدينا الكرام إن شاء الله ولذان ونرجع نتابعوا باقي فقرات مساء الخير. سيد أحمد حين شوي نحن عدنا أنت أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثالث من برنامج مساء الخير. والله الجزء الثاني من برنامج مساء الخير كنا توقفنا سابق الفاصل مع في طرح حديثنا مع سيد أحمد البكر سير عن التحاق بالتلفزة استحمد التحاق بالتلفزة وقلت عنك عم تعود كاميرامان ومونتير هو ديجا كاميرامان ما هم يعود كاميرامان ومونتير هم يوتيوب تعود تقنيات اللي نفصل فيها مجال الإعلام عني نعود نعرف ياتي لا فصلت فيها نعود نستخدمها ده هو اللي هم أنا ما هم يعود بروفيشنال لا هم يعود كاميرا بروفيشنال وهاني على الكاميرا والله هم يعود تعرف الصلع على الصحابة عقب ما تتسأل الشيء تعرف يعود حد الكاميرا وين والله هذا التقارير اللي تشوف كاملة جاي من الزورة ما عدا تقارير نهار الحمل الانتخابي هذا تقارير كاملة أنا هو المعدل وأنا هو اللي مصورهم وأنا هو اللي معلق عليهم غير كان خاص لمونتاج الشريطة مشوهم نزلنا عن طريق وسائل النقل عن طريق سيارات مرة عن طريق الطائرة بالتالي يتوالى التلفزة مونتاجهم هو هذا من عدنا نعرفه يخففوا لنا على التلفزة هون عن تعود زحمة العمل مشي في النت FTP مثلا مشي في شيء صغير مشي كاسيت كاسيت قاع يقد قاع واحد ما يلحقها يقد مثلا تقضى عليه في الطريق وقد يستراح هذا اللي حقته واللي فهم بجانب آخر عنه يتأخر نحن دائما نجي بشكل متأخر وبالتالي من عودهم عدل المونتاج هو مشكلة ما تعرف عن يتطور العلم تتطور التقنيات غير ما يمشي ما يتطور معهم العمل ده هو اللي ما يتواس التقنيات ما يتطور يلا رجع يتطور حسب تطور التقنيات ياك يعود يستفاد منها من تعود عندك تقنية حديثة وانت ما تقدر تستخدمها في مجال عمله معناها انك المشكلة منك معناها المشكلة منك معناها انك تو ما عشت في العصر. طيب تلاكم تقريبا تواجد كتزور بعد بزرت المونتاج شنو مدى تطورك اللي شنو مدى كان متعقد واهلي أنا متعقد شوي على كل حال هو قاع لكل بداية دهشة ما خلق رقاش اللي يشوف تقنية جديدة ما قد شاف فبال ما شاف بها عقبات وتعقدت قاع تودية بسيطة جدا غير التعقد غير على كل حال أنا ينفعني عن السوال السوال عن الشماء يكي شغل غير جالسي عايدة معنا عن الشيء عنيني بعد جاجب. طيب بالنسبة للتصوير الكاميرا تعلمت طريقة تعلمتها بها شنو هي وشنو هي التصوير عدت نستخدم كاميرا بروفيشنال غير أنت دائما اللي نجبر مشكلة فيها في بداية زمني معاها ودائما تلفن على واحد من الزملاء هذا الكاميرا مال اللي هون والسوله وعيت تلفن على وان هذا اللي هون وعيت تلفن على الحراكي جزاهم الله خيرا دائما نجبر مشكله في كاميرا يجدوني اللي نحلها وبالتالي عاد اي مشكله قط حلوها لي ما تجبرها كمشكله انت اذا انك انت بدات بالكاميرات ربما صغيره لا بدات والله انت ديركت بدات كاميرا بروفيشنال كاميرا بروفيشنال حقيقة متعبة. أنا عندك الجرأة. جيت قلت جيت 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 جيت
ليش ما تعدل شغلتك من إذا صغير هذه ما تعدلها ما تعدل بي لي غالبا غالبا في ميكرو امبيانس خاطئ لي تعرف صغير وكان تسبب المولي بعد انقيار ارجنتين ربما هاي يقول لك خارج واحدة من عمال التلفزيون هاي النطمة حلوان خارج واحدة من عمال التلفزيون تعديها المتكلم المتكلم احمد المتكلم احمد الحسن تبارك الله تقنيات ثلاثه تاقنا محمد بالدين مثلا خلونا نستحمل بكرسي راهو حكايه سنوات لا بدنا نجيبوك حكايه خلونا نستنى لانه تعرف يدوري عقب شيء ثالث شيء رابع عقب شيء خامس لانه يخرج اجتهاد طيب احمد انت مراسل اشتغلت في الزوارات مراسل صحافه مكتوبه صحافه مسموعه صحافه مرئيه بالاضافه لانك عندك موقع الكتروني محلي سابقا يخشوا في هذا الموقع الالكتروني مدينه الزوارات مدينه صغيره ومدينه عماليه معظم الاخبار اللي فيها اما عندها علاقه بالسنين واما عندها علاقه بالعمال شنو الذي يغريك انت كمراسل صحفي عن اجبر خبر مختلف ما هو ذا مصادر الاخبار المختلفه اللي ما هي جديد ولا العمال شنو هي الزوارات؟ في الزوارات حد جاها وشافها من قضاونا وروتوه عاديه مدينه صغيره ومساله مدينه وديعه وهي بسطاء وشك عنها قاعد لحكم بادية إذا ما شاف النهضة العمرانية اللي بدت فيها لقد مدينة مولي مليئة بالأحداث صحفي قد مثلا هاموش تقل يدور يشبر ياسر من الشق اللي يعدلوا فيها احنا مثلا زورات مثلا فيها الإرهاب وفيها التهريب كان فيها فترة زمنية معينة ومازال قاعد في محاولات له غير السلطات بذل جهود مهمة الأخبار خاصة العمليات الأخيرة اللي تم فيها القبض على عصابات المخدرات فترة شفت لك وصافهم فترة مع أهل أنتي قصة هيك الصورة عندها قصة أنا تعرف موقعي على روحي ما كنت اختار للحقوقات غير بعد مهم قلت لي عنك شفت الصورة مكافحة مخدرات أنا جابر مشكلة في الموقع هذا الموقع المحلي عداني ما ندير فيه خبر موالي مواقع محترمة تسرق الصورة اللي عاد عليه الشعار وتقلع شعارها وورطوني بسرقة المواد والشعار ولا يسموهم الموقع قلت من جاوا المخدرات وعاد تعرف رواية مهمة وحدث كبير قمت قاعد درت راسي قلت بعد يسرق مدير قطاع اخر بعد يسرق كان واقف عند قبال بين وتم وبيلي فترت من السرقة ولا مهم لا راه نظر علي ما يقبوه درت راسي حد بعد ما شي مليان طيب بالنسبة لهذا الموقع هو مختص بالاخبار المحلية الاخبار المحلية ما فيهاش وطني انا مولي مؤمن عن المواقع المحلية عنها ما يلا ابدا تعود تجيب الانباء الوطنيه يكون نبا وطني في شيء عنده علاقه بالمدينه والله بالولايه اللي هو فيها انا وراك مثلا الى كرم مثلا رئيس الجمهوريه والله واحد من الوزراء رقى جمله الزوارات اللي نشرها به اللي نبا عنده صله بالزوارات غير عوداني نعود موقع محلي وفي نفس الوقت نقبل الانباء الوطني الانباء الوطنيه حد يلقى له يقيس مواقع اخرى وطنيه يعود يلقى له فيه لكن الاخرين قال له محاولة السرقة رقاق ما كوبي كلية من المواقع ذاك ما يتوسع غير قاعد اشرك انا عندي الاحداث ما خلق مدينة ما قلت بتعدل فيها الاحداث المقابلات اللي كافية الموقع التخطيط ويبقى محلي ياك حد يدور ذيك المادة يقيس ذيك المادة وحد يدور ذيك المادة انا مثلا رقاق يدور اخبار الزوالات لا ليقوا مع الزوالات مدينة مباشرة ما هو يقيس اي موقع اخر يقيس بهاش به اللي عنده خصوصيته عنه يجيب الاخبار المهمة ويجيب الاخبار المهمة يجي كان عنده علاقة بالزوالات على ذكر لنا في الوفيات على ذكر الزوالات الله يعطيك طول العمر على ذكر الزوالات انا هذا قريت خبر ربما هو طريف غريب نفس الوقت عن عمال الزوالات شاكين عن المواقع المحليه يعني تنشر زيادات تعطيهم الشركه يعودهم كانوا جاحدين عن اهلهم ودراج جاحده عن زوجته ساعدة عن اولاده ويجبر زياده ولا يجبر مكافاه وتنتشر في النت في الاخبار ويجوا اهل الدعم تلاقي كل ما ديتوا الى عطينا هي قاعد حقيقه العامل حقيقه الشكوى كان قاعد لا حكم من يعني. انا جيت نغطي حدث عمالي هو معيد تعرف عامل معيد زوين وانا قاعد اضحك فانا جاي نغطي مهرجان عمالي وجيت نغطيه لمؤسسات اعلاميه ونتيجه عن زوالات ميديا قراوهم جاني عامل وشبيه على الفراد هو مندوب عمالي بالمناسبه قال لي انا سيد احمد زوالات ميديا قال لي قراوه قدر من ناسهم ونحن جابرين مشكله بدانها ما فيهم ولا يزادوا خلصاتنا ولا اعطانا جراتيفيكاسيون والله اعطانا زياده ما نشرتهم نشروها
نلحقوا المرأة تعرف هي وترك الحكومة المدريدية، يقول لهم توما انتما انتما فوفا انتما اجبرتوا زياده الى هاتوني، يقول لهم ما اجبرنا زياده، يقول والله اللي قالوا لبوكر توعد لهم شيء، قال لي نختارك صح تميت نختارك نختارك تتوخذوا يا غير تتوخذوا اللي من يفوتوا نحن ناكلوا مشيت انا ورا هيك وقالت لي مؤسسه اعلاميه يعني نعطيها ماده نعدلها ماده، هو ما شرط حالنا اخبار ما شرط شرط المهرجان اللي كنت جاي وحاج لي مره خص لي نبه وحاج لي ذيك ذيك جنبيه العدل اللي ياك الراجل واخترت نشرها كموضوع وفتره معينه اتصل بي احد قال لي عدل الموضوع اللي قال لي عدل الموضوع اعلامي ولي انا ما عندي مؤسسه ما عندها خبر تنشر وهو يختار يعدل لهم تقرير تفقد قصتك من هذا قستهم وقست العمال وعليات العمال وعدلت تقرير موضوعه نشر المؤسسات الإعلامية للزيادات والله الامتيازات اللي يجبر العمال بصفة عامة على فكرة العمال السنة غير العمال بصفة عامة وجبت بيت منه هو به اللي اجبرتهم نادي العمال قاع مجمعين قال ما اجبرت منهم ضد الرواية مو هو الآخرين ضدهم الله اللي عنها ضدها لا جاحدين هذا يعني مشكلة العلاج ما جاب وكنت نهارات ما يجبروا بعطيك الزيادة كتبت باط عذرا لفلان سلم عماله نوع من الدكتور بدي حقيقة أنا القايد فاهم فاهم هو غير أنت تروي مشكلة نظر الأخبار ونظر شنو مدى إقبال القراء على الموقع المختص بأخبار الزبالة؟ لا الموقع حد همه رقاش كامل منحدر من الولاية والله عامل يشتغل في الولاية عرف عنه ليجي سلال الموقع المحلي إلى عاد دور الأخبار تتعلق بذيك الولاية وإلى عاد الصا ما هم الولاية والله العاد مولي اللي هي عاد السبط الله شايف أنتم اللي هي سيد أحمد اللي هنا نطلبه من المخرج على إنه يطلع لنا راهو قاعد ده الحمد لله الإفادات اللي تكلمنا قبل عنها من بداية الفقرة الإفادات اللي حصلت عليهم من الوكالة هزمني هم مدير مدرسة الإفادة معدلها لي والي قالوا فل أحمد والمسعود كان والي تلزمه وهذه إفادة معدلها لي واحد قالوا العقيد سيدي عالي والجدين هاي السنة تميزت مدرستي هي طات 10 سنوات هي الفوقانية المدارس في الكونكور وهذه السنة تميزت معنا ديك الساعة نظام تربوي جديد أول مرة تجربة تعدل فيه في كونكور كانت مدرستي متميزة فيه وهذه معدلها لي والي السابق من والديبه هو كان حاكم زوالات قال مربيها ربه ولبننا معدلها لي كان هو حاكم زوالات في تلك الفترة طيب بالنسبة لهذا الجفادات وهذا هذه معدلها لي لبي العام واكل وزارة الدفاع والهادي كان يقرا علينا كنت احفظ اسمه بين مراسل تذكروا طيب بالنسبه للشيخ الهادي بالنسبه لهذه الافادات اللي تجبر والتكريمات باختصار الوقت عاد وافي شو يضيف استاذ احمد ابو بكر سير فيهم جانب اعتباري هو هاي واحد اخر معدلها لي حاكم قال له زي العابدين الشيخ راك حاكم ركيز هذه الفدات مهمة جدا عندها قيمة معنوية مهمة جدا ونفسية وأنا نعرضهم برك كانوا مهم عندي ما نعود جدا نعرضهم عنهم شهادات في مرحلة معينة من مسيرتي الوظيفية عني درست فيها وعني بليت فيها بلا حسن وهذه الشهادات ما يقدون منها الإداريين من الولايات كاملين عنهم يتوافقوا على عن تميز إنسان هذا ما هو فترة زمنية واحدة هذا مو فترة زمنية ولات مختلفين كلهم قط جا فترة زمنية معينة وكلهم شاف عملي وعجبوا وزين وبقى يكرم يشيد بينه ويكرم سيد أحمد أبو بكر سيرة سيد أحمد للأسف نحن قاع ما نبقوا نوفوا ما شاء الله لفقرة حكاية إنسان شرفتنا شكرا لك ومرحبا بك هون ان شاء الله تنجح نحن تقريبا 100% سيد أحمد أبو بكر سيرة قريبا من الزوار ان شاء الله قريبا ان شاء الله رانا ليش بكره ساعة الزوار قريبا نجي مع الموريتاني ان شاء الله يعود مفاجأة الموريتاني على اللي تنطلق عن عندها عمال عنهم يعدلوا العمل كامل في البلاد دي تود لابد لي نقولها يعني بعد مثل الشاكل المدير وين كنت ما قط جبرت بصفه مباشره للتوجه الجديد وبعد انا للتوجه
وجودي انا هون من جزء من التوجه، بدنا يختاروا يعلموني التقنيات فعلا نبقي نتعلمها، يغير ما كنت جاوب الفرصه نتعلمها معهم خلال ان شاء الله تعود تجربه تعممها على بقيه الولايات عن نعود فيها صحفي ثلاثة في بعض. المشكلة مو اللي في مشكلة، هي مشكلة الهواية، لما حد يبقى يتعلم، هم واحد من تقول له قاع رواية يقول لك أحا خلي عنك أهم. عنده واحد عادي. عموما سيدي أحمد بن بكر سيرة الصحفي الموريتاني، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا في فقرة حكاية إنسان برنامج مساء الخير. أنتم مشاهدينا الكرام يمكنكم ويانا التواصل والمشاركة في البرنامج من خلال صفحتنا على الفيسبوك، وهي الصفحة الظاهرة على الشاشة أمامكم. القالية لأن قصر دا قرنتين نقبوس من التعليق بسرعة. تعليق من لينا قرأ محمد لمين كتب السلام عليكم ورحمة الله. أنا البداع المتبيضا كتب البداع المتبيضا فوتو مشان صورة. حما عبد الله كتب أنا أدرس في المعهد الجامعي المهني التخصص الجديد هو العمل الاجتماعي والتنمية المحلية، تحدثوا عن هذا التخصص في الحلقات القادمة. شكرا حما عبد الله إن شاء الله. خالد إبراهيم كتب السلام عليكم، أنا اسمي خالد إبراهيم من مقاطعة قرو، مساءكم سعيد، وأود توضيحا لأخبار الكلب الذي سبر محمد صلى الله عليه وسلم، وأود شكر عمر. عموما ذا في شيء هنا قد نقرأ صراحة. عموما شكرا جزيلا لك يا خالد إبراهيم، ومن خلالك شكرا لجميع مشاهدينا. أحمد وطبعا نعتذر للمشاهدين عن الكلمة اللي قلت اللي قريت ما هو بقرضك ربما طالبين من المشاهدين الكرام، لأننا نحن نحترمهم منهم يحترموا باقي المشاهدين، أنهم يتم يقولوا لنا ألفاظ دائما مثلا قدونا لفظوها. على كل حال حسب ما فهمت منه أنه يسوع لي في أجبر أخبار كاتب المقال المسيء أنا من الأول قريت لابين نحن صاحب منتج من قبل قليب قليب قريت السوف. على كل حال أخبار لا مازال في المحاكم، ما ظهر الا انه تصدر عليه حكم نهائي. شكرا جزيلا لك. نختاروك تو خالد انكم تم تحترموا مشاهدينا الاخرين، احنا الكلام مثلا طايح ما نبقوا نقولوا في مساء الخير. حميد بن القاسم كتب ان اعظم ما اراده اولئك المستهزئون مما صنعوه هو تهوين وتقليل شان الرسول عليه افضل الصلوات والسلام في الامه، اذا رموا بعد ذلك ان يقل أتباعه والمتمسكون بهديه، وعلى هذا فإن أعظم ما يبطل صنيع أولئك المنحطين هو التمسك بهديه صلى الله عليه وسلم ومحبته وكثرة الصلاة عليه وقراءة سيرته ونشر ما كان عليه من خلق عظيم بين الناس. فعلا حميدة بن القاسم شكرا جزيلا لك، هو فعلا اللي قال مولي الشيخ كان معنا محمد علي الشنقيطي. مشاهدينا للأسف الوقت برنامج مساء الخير وفي اليوم نعتذر لكم كالعادة لأننا ما قدرنا نقرأ تعليقكم كاملين، راجين أنكم تكتبونا في الحلقات المقبلة بإذن الله. شكرا لك أحمد وشكرا لجميع من ساهم في إنجاح هذه الحلقة. أحمد يبان عنده شيء له يقول. نعتذر مولي موضوع اعتذارات عن فقرة ميكرو تروتوار ما قد تجينا نظرا لضيق الوقت، وكان موضوعها هجرة الأدمغة، طبعا يتابعها الصبح إن شاء الله والله في حلقة لاحقة. حلقتنا اليوم وفات، نعود ونلتقي بعد غد بحول الله في حلقة جديدة من برنامج مساء الخير. إلى ذلك الحين هذه تحية وإلى اللقاء.